وزارة التعليم العالي صدرت قرار في 14/1/2024، قرار هذا شو يقول؟ يقول بأنه يسمح للي راح درس برا الكويت على حساب الخاص وحتى لو أخذ أي نوع من أنواع الإجازات أن يتم معادلة إجازات. الحين الشباب قاعد يراجعون وزارة التعليم العالي، قاعد يقولون ما وصلنا القرار. يا حبيبي القرار منشور في جريدة الكويت اليوم في العدد رقم 1670 وفي 14/1/2024، قاعد تعطل الناس هذه ليش؟ ليش مو قاعد تعتمد شهاداتهم؟ القاعد الإجراء اللي قاعد تسويه إدارة التعليم هذه إدارة خاطئة. يعني الأسلوب هذا غير صحيح، إنك قاعد توقف المعاملات وتوقف الناس وتقول لهم والله ما وصل لي تعميم. هذا مو صحيح، جريدة الكويت اليوم هي كافية لعلمك في هذا الأمر وتنفيذ اللي احتوت فيه. أما ناحية إنك أنت تنطر دورة مستندية توصلك هذا مو صحيح. فاحنا نتمنى أن وزير التربية حالياً أن يتشدد على إجراءات إدارة التعليم العالي ويقول لهم افتحوا للشباب هذه كلها، شوفوا وتحققوا هل فعلا قاموا بعملية أن أخذ الإجازات، هل كانت الشهادات هذه صحيحة أو غير صحيحة. أما تتركهم بهذا الشكل هذا الأمر خاطئ. اليوم إحنا تاريخ 22/2/2024، من 14/1 طالع القرار، أنت ليش معطل الناس؟ الكلام هذا لازم يوصل إدارة التعليم العالي، ونخص بالذكر اللي هو معالي وزير التربية أن هذا القرار صادر من عندكم المعاليكم، لكن إدارة التعليم العالي قاعد توقف هذا القرار مو قاعد تنفذه. نعم.